انت تعينت ب 2015. تعلمي تعلمي. ايه افتر لي شلون؟ على الكاميرا. ها على الكاميرا. ايه بس تعال يمي افتر لي هيك سولف. والله اني كنت شو اسمه تعينت ب 2015 على شرطة اتحادية. زين. اي والله ودخلنا دورة وخلصت الدورة. انت تعينت لو ما تعينت؟ داومت باشرت؟ اي باشرت خلصت الدورة مع شرطة اتحادية. زين. اي سنة؟ ب 2015. اي والله النوب شنو احنا مو خلصنا الدورة النوب جت لجنة حولونا على الرد السريع. زين. اي النوب هم دخلنا دورة مع الرد السريع بالمطار. زين. ايه وخلصتها الدورة هم مرة سريع. ايه داخل دورتين يعني؟ ايه دورتين يعني دورة هاي دورة خلصت مع اتحادية انه بجت دورة مرة سريع. زين. ايه هاي بالفين وخمستعش. زين. ايه وراها يعني احنا بعدنا بالدورة وين طلعونا واجبات. زين. ايه يعني احنا ببطن الدورة بعدنا ما مخلصين دورة انه بشنو طلعونا واجبات ولا كنزول لا هاي فاني يعني تمرضت يعني صار عندي يعني ضغط نفسي. زين. ايه وتركت شو اسمه تركت الوظيفه بسبب يعني الضغط بسبب التعب. شنو تريده؟ والله اني اريد ارجع يعني. يعني انت تركت الوظيفه برضاتك؟ لا انا تركتها يعني تمرضت صارت عندي حاله مرضيه يعني صارت عندي قبل وش قد بياسن يعني تركت الوظيفه؟ ب 2015 ولحد هذا اليوم؟ اي والحد هذه انا صارت عوده و ليش ما رجعت؟ قدمت فايل بس بعدها انه ابن عمي قال خلينا نطلع وطلعت وياه تركيا. هذا سبب؟ اي والله شو رحت التركية من رحت التركية شغله. اي الفرصه مره. اي صحيح ما تصير مرتين. صحيح. انت طلعت مرضت. ايه صارت العودة ابن عمك اجا قال لك خلينا نطلع على تركيا. مو انا يعني قدمت سببك. انا ذبيت فايل يعني وبعد قالوا لنا انتظروا. اكو واحد يذب فايل ويروح بيرجع يراجع؟ لا بس مو بعد طلعت ما شلون اراجع بعد طلعت خارج البلد انه هسه هي صارت عودة انا ذبيت فايل وبعد طلعت وراها يعني ورا فترة طلعت رجعت 2023 شهر التاسع احمد بياسين ذبت الفايل هي ب 2015 يعني. لا دقيقة هسه تدي تقول انا بال 2015 ايه تعينت على الشرطة على الاتحادية ورجعت ثبتها بال 2015؟ مو بعدها ما منتهيت بعدها ما مخلصة السنة يعني بنفس السنة بنفس السنة ايه زين اي صارت عوده يعني بنفس السنه انه عندك شغلات تثبت انه انت اي 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 انا دلائل وهالامور اي شلون لعب كتب رسميه كتب رسميه كلها موجوده عندك مو انا هسه من صارت عوده هم رجعت بالشهر التاسع 2023 الدورات مالتك كتب الاداريه اسمه موجود اسمه موجود بالمطار تمام اسمه موجود بالقياده مال الرد السريع اسمه موجود بس شنو دقوا اسمي قال لي انت مطرود ب 2015 رحت حكيت ويا النقيب قال لي تنتظر عوده جديده شو اسمك بالخير انا رحت لهم الشهر التاسع قال لي لو جاينا الشهر السادس الشهر الخامس شهر رجعناك قال لي جاي متاخر ما اعرف هم بعدهم اصلا ما داخلين دوره طيب بعد قوانين عسكريه وبعد اي والله يعني قدامي يعني قدام رجعهم واني قلت انت متاخر بعد ما والله انا رحت اراجع احمد كامل ايش قد رقمك؟ عارف رقمك ولا لا؟ اي هذا موجود هذا لا بالموبايل خلي اكتب لي اياه بورقه وقلم اكتب لك اياه؟ اكتب لي اياه تعال دي الله حياك الله يابا.